مرحبا أعزائنا المشاهدين، بتشكركم لأنكم عم تتابعونا من خلال برنامج صحتين وهنا. إن شاء الله تكونوا عم تستمتعوا بوصفاتنا. قبل ما بلش طبق اليوم، في دايما سؤال أكيد بيحيركم، ليش عم نطبخ أكل نباتي أي من دون لحمة؟ قصة هيني، كل الهدف إنه نعيش حياة صحية ومنا مليئة بالأمراض. مثل ما بنعرف إنه بهالأيام كل شيء عم بصير مصنع، حتى الحيوانات عم تنعطى هرمونات وأدوية قبل ما تندبح وتصيب ببراداتنا، واللحمة هي مصدر كتير مهم من الدهون، وفي كتير أمراض مصدرها هالدهون. فليش ما منخفف حالنا هالعبء ونستبدل اللحوم بشي طبيعي أكتر؟ وهذا الحلو بالأكل النباتي، فيك تستعيد عن أكل اللحوم إذا بتنوع بالأكل النباتي وبتنتبه لنظام حميتك. الله عطانا كتير خيارات حتى ناكل منها، لازم نركز على 6 أنواع أطعمة يلي بتغنينا عن تناول اللحوم: الحبوب الكاملة، الخضار، الفواكه، ومشتقات الحليب أكيد البلا دسم، والبروتين يلي بناخده من حبوب الصويا والفاصوليا والبيض، والدهون النباتية مثل زيت الزيتون، الأفوكا، زبدة الفستق وغيرها. ننصحكم أعزائي تتبعوا نظام غذائي بعيد عن اللحوم قدر الإمكان، ونحن حاضرين نزودكم بأي معلومات تحتاجوا عن نظام الحمية النباتية. وطبختنا اليوم هي المغربية بس نباتية بدون لحم. لهالوصفة رح نعوز نحن كيلو من المغربية الناشفة، أو في منا مفرزة بس هي طرية بتكون، هيدي بتبقى يابسة مغربية يابسة، كوب من الحمص المنقوع والمسلوق بيطلع كميته يعني كأنه كبيتين بس يمكن ينسلقوا، عنا كبيتين من لحمة الصويا الشقف. قبل بوقت فرجيناكم لحمة الصويا الناعمة، هلا هيدي لحمة الصويا الشقف كبيرة، تقريبا 12 راس بصل حجم صغير، وإذا ما عندنا الحجم الصغير فينا نستبدله ببصل كبير ونعمله مكعبات صغيرة. قليل من زيت النباتي، معلقة زبدة نباتية، 4 معالق كراوية، 3 معالق كمون وملح. لوصفتنا أكيد هي منعوز بصل، لنقلي أول شيء البصل. أنا رح هون أعلمكم كيف نقشر البصل حتى إذا استوت ما تفرط، أنا حابة تكون شكلها هيك يضل بالطبخة لو استوت، بترجع لذوقكم. فأنا اللي بدي أعمله بدي أختار البصل الصغير من السوق، وما قصة كلها من الكعب، قص شوي منها بس، شيل الراس الأسود الشروج وشوي من هون وقصة الشرة، شيل عنا القشرة الحمراء أكيد. بس سيدتي إذا ما عندك ستنا حجم صغير بصل، فيك تستعمل بصل كبير بس تقطعيه مكعبات. هاي حصلت على البصلة، حتى لو طبختها وسلقتها ما رح يطلعوا عنا البصل. واللي بيحب البصل كتير بهالوصفه في كتر بصل قد ما بده، بتلبق له كتير البصل، يعني انا اجمالا بحط اكثر من هيك بصل بوصفتي بالبيت. هاي الطريقه اللي فيني اقشر فيها البصل وحافظ عليها كامل. هلا نحط شوية زيت وكعب الطنجرة وحط البصل بقلبهم. بدي أقلي البصل بشكل كتير جيد حتى تحمر، شوي من الملح يعني بدي ضل قلي البصله ليصير عندها اللون الاشقر. هون انا عم بغلي مي حتى اسلق عند المغربيه لانها يابسه. هلا في حال عنا اياها
مفرز بتجي طرية مثل العجين، قلها العجين طرية فما في لزوم اسلقها كتير، بحط لها شوية مي. بس بما انه هي يابسة بتحتاج لمي اكتر، رح اسلقها بمي مغلية هون، وهي اصل المغربية بيقولوا من المغرب، سموها مغربية لانها من المغرب، وهي اصلا من القمح. شوي كمان ملح بالسلق، وما رح خليها تخبص على الاخر لانه انا رح خليها قبل ما تستوي بشوي، بدي زيد من الصلصه اللي رح اعملها هلا، رح تشوفوا من الصلصه اللي رح تطلع من هالوصفه هون. فقبل ما تستوي كثير يعني تطرى على الاخر رح شيلها المغربيه. هالوقت رح نروح لفاصل لكون انا حمرت البصله وسلقت المغربيه. خليكم معنا. مشاهدينا قبل الفاصل كنا قلنا لكم بدنا نسلق المغربيه تقريبا نص سلقه لانه بدي شوي قلبها مع الزبده. فهلا وضع المغربيه ثلاث ارباع او نص سلقه، رح صفيها من المي، حطها بجات، فينا نحطه على النار، فيها تكون بايركس فيها تكون معدن. هالوقت مثل ما شفنا انه هون البصله احمرت، يعني انا حبيتها شقره غامقه لان رح تعطيها نكهه مميزه، اللون الاشقر الغامق للبصله. رح ضيف لها الصويا، لحمه الصويا اللي قبل نص ساعه او ربع ساعه بننقعها ونعصرها، وقلبها منيح حتى تاخذ طعمه البصل والملح. نضيف لها نص كمية البهارات، يعني شو عندي بهارات هون رح أقسمهم نص كمية على المغربية ونص كمية للصلصة. هاي الكراوية رح حط معلقتين تقريبا معلقة أو نص من الكمون، شوية ملح. رح صفي كل المغربيه من الطنجره حطها هون، والمي السخنه هيدي اللي اكيد استعملناها مية شرب رح ضيفها على البصل والصويا هون حتى تعطيني، هي فيها شويه نشا رح تعطيني تعقد الصلصه هون، رح تعطيها نكهه طيبه. وهيدي الصلصة هي فيها نشا، أنا بدي الصلصة تطلع سميكة من هيك استعملتها، وإذا كنتوا كبيتوها فيكم تحطوا معلقة من النشا بمي باردة وتحطوها بالصلصة. وكمان معلومة عن لحمة الصويا إنه أكثر من 50% من محتوياتها بروتين، وهي كثير بتقلل من إصابات بالمرض السرطان. فأنا رح أحط كل الكمية هون. اللي رح اعمله رح احط الجات اللي هو البيركس او اذا عندنا اياه معدن، رح احطه على النار، ضيف له الزبده، هي اصلا سخنه الزبده رح تدوب فيها، اكيد زبده نباتيه، في بالسوق زبده نباتيه فينا نستعملها قليله الدسم، ونقلبهم حتى يتشربوا الحبوب الزبدة. وهلا رح ضيف البهارات اللي بقيت عندي، الكمون
الكراوية. فينا نضيف كمان لهالوصفة القرفة الناعمة، يعني بترجع لذوقنا. هي بالبقلة القرفة الناعمة كتير فينا نضيف، بس أنا اكتفيت بنوعين من البهارات. بما إنه هلأ حبة المغربية بعد بدها غلي، عم خليها تتقلب شوي بالبهارات. هلأ اللي رح أعمله هو أرجع أضيف من هاي الصلصة اللي أخذت خواص البصل واللحمة الصويا، أرجع أحط شوي شوي أسكب فوقها. وخليها تغلي على مهل. رح ضيف لوصفتنا الحمص المسلوق قبل بوقت. خليهم يغلوا حتى يستووا، احس انه البصل استوى منيح واللحمة كمان وشربت الخواص تبع الحمص والبصل كلهم تعقدوا، يعني عقدت الصلصة. وهون كمان رح ضل قلبهم، انتبهوا لانه بتلزق اذا نشفت المي. ضل قلب كل البهارات تاخد بعضها والصلصة، واذا نقصني صلصة رح اخدها من هون، فبكون عم باخد الخواص كله، الطعمة عم بتفوت ببعضها، يعني بطل عم بحس انه بس عجين عم ناكل. هون عم ناكل مغربية مشربة من الصلصة. لبين ما تستوي هاي الوصفة، يعني بدها بعد شي 10 دقايق على النار، رح ارجع لكم لنفرجي كيف المغربية خلصت. خليكم معي. مشاهدينا هلا حضرت عنا المغربية اللي عملناها هون، كنا سلقنا العجينة وعملنا الصلصة. فينا نقدمها كل شيء على جنب، أو فينا نخلطهم نقدمهم بجات واحد كل المكونات. ولازم تتاكل سخنة أطيب. مثل ما شفتوا البصل كيف بقي بشكله، وإذا لقيتوها نشفت من المي وبدكم تسخنوها لمرة تانية فينا نزيد شوية مي. هاي المغربية اللي عملناها بالحمص والبصل وعجينة المغربية. رح روح هلا نحضر سلطة الفواكه المجففة مع الطازة سوا. بعوز لهالوصفة أنا موز طازة، ذرة، عنب، قمر الدين. مشاهدينا هذا قمر الدين هو مشمش مطحون مجفف بالشمس، بننقعهم قبل 3-4 ساعات، فينا نخليهم على طول كمان بالبراد، يعني مش ضروري نستعملهم دغري، فينا نحافظ عليهم بالبراد. مشمش كمان مجفف ومنقوع كمان، واذا بدنا نسرع عمليه النقع بمي سخنه كمان اسرع بتنقع. زبيب، جوز ولوز. لهالوصفة أنا بدي أول شيء أطحن الموزة مع المشمش، الموز اللي هو مثل ما بنعرف غني بالبوتاسيوم، ومرضى القلب على طول عندهم ما بيرجلج عندهم البوتاسيوم، فمن الفواكه المفيدة. هلأ رح ضيف لهالوصفة القمر الدين المنقوع بالماء الشرب، أكيد منقعة راح ضيف لقلون. راح شوف كمية الماء اللي راح عوزها، ما راح حتى كلها حسب ما
ثلث ساعة عندي الخلاط، بس أكيد إلنا مي تشرب. مشمش من الفواكه اللي مفيدة للإكتام، يعني اللي عنده إكتام أو عنده مشاكل إكتام بالأمعاء فهي من الفواكه اللي كثير بتساعد. رح أطحن هلأ الموز مع المشمش هون، حتى يصيروا سائل متماسك مع بعض. اوكي، وهلا رح بلش حضر فواكتي هون. رح افرم المشمش المجفف والمنقوع، فينا الحجم اللي بدنا اياه نقصه. اكيد هاي الكميات بتكون حسب عدد الاشخاص. فينا كمان احلى ضيافه لضيوفنا واذا اجوا، بدل ما نقدم الجاتو او الاشياء الحلويات فيها الزبده والدسم نقدم لهم هيك اشياء، ولاولادنا بنفس الوقت عادي كتير حلو انه نعودهم ياكلوا فواكه مجففه احسن من الحلويات، خاصة الزبيب. مثل ما بنعرف السكر كتير بيضر الاسنان، اما السكر الموجود بالزبيب فهو ما بيضر اسنان اولادنا، فخليهم هن وصغار يتعودوا على اكل الصحي. هلا رح حط شوية فواكه طازة، رح بلش بالموز. افرم الموز، رح ضيف الزبيب، رح افرم دراق، كمان رح حافظ على قشرة الدراق لان انا رح استفيد كمان من الالياف الفواكه. واي فواكه عنا اياها فينا نضيفها لهالوصفة، يعني اذا عنا تفاح، عنا شمام، عنا اي فواكه موجودة عنا بالبراد فينا نعملها سلطة، سلطة فواكه. بس بالشتاء اكيد ما بنلاقي كل انواع الفواكه، فمن هيك نحن فينا نحط الفواكه المجففه. هلا رح حط العنب، رح حط العنب مع بذورهم لانه البذر ما بضر فينا ناكله، خاصه بذر العنب. سلطة كتير طيبة ومفيدة. هلا اللي رح اعمله هو رح حط الصلصة هاي الموجودة اللي عملتها هون، بدل ما انا استعملت السكر استعملت من السكر الطبيعي الموجود بالمشمش. اخلط هالمزيج ورح خبركم شوي انه زبيب مفيد للعينين، يعني فيها فيتامين اي، كمان بيساعد على مشاكل اذا في عندنا اشياء بتتم مثل قلوع بيقولوا، فبيساعد. هلا
فيني أقدمها بكاسات لضيوفنا لعائلتنا ونضيف لهم مقلوبات الجوز الغني بالأوميغا 3 واللوز فينا نزينه بالمشمش المجفف هيك فينا نقدم فواكهتنا هالطبق الغني كتير بالفيتامينات والزيوت الغير مشبعة اخدينها من الجوز واللوز والفيتامينات الموجودة بكل فواكهتنا. ان شاء الله تكونوا حبيتوا هاي الوصفة وهينة وسهلة نستعملها بالبيت ونعوزها. وهاي الوصفة الأولى اللي قدمنا لكم إياها المغربية النباتية إن شاء الله تكونوا حبيتوا برنامجنا اليوم. تابعونا على طول على البريد الإلكتروني وبشكركم لكل اللي عم يتصلوا فينا. إلى اللقاء.